نتناول في هذا اللقاء عرضا موجزا وتحليلا لقضية تشغل بال العالم كله، كافة الدول والشعوب منذ فترة طويلة، أكاد أقول منذ مئات السنين، وعلى وجه التحديد ما قبل الثورة الصناعية. و هذه هي قضية تغير المناخ والآثار والتداعيات والأسباب والمظاهر لهذه القضية الهامة، والتي تعد من وجهة نظري أخطر التحديات البيئية التي ستكون لها، كما سيتضح فيما بعد، آثار خطيرة وأكاد أكون كارثية على العالم بأسره ولكافة الشعوب والدول، سواء كانت دول النامية أو الدول المتقدمة. هذه القضية أيضا لها تأثير خطير على التنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها كل دول وشعوب العالم، قضية تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الحياة الكريمة للبشرية في العالم. ولعلي أذكر قبل وللمقارنة أنه في خلال السنوات القليلة السابقة، ويمكن أن أذكر حضراتكم أنه خلال العشر سنوات الأخيرة قد واجه العالم أزمات وتحديات غير مسبوقة، ولكن كان العالم ودول العالم تستطيع أن تواجه مثل هذه الأزمات والتحديات وتتعامل معها بشكل مدروس ومنهجي. كان في مقدمة هذه الأزمات أزمة الإرهاب الدولي، ثم جاءتنا أزمة جائحة كورونا وآثارها المدمرة التي غيرت من معالم الحياة البشرية، ثم جاءتنا أخيرا الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي من وجهة نظري قد تكون لها آثار خطيرة جدا. نرجو جميعا أن يتجنب العالم هذه الآثار، خاصة بعد ما تبين أن هناك توجهات ووجود جهود نحو استخدام أسلحة جديدة، أسلحة بيولوجية، أسلحة نووية، وكل هذه التهديدات التي يتعرض لها العالم. لكن قضية اليوم تغير المناخ هي قضية مختلفة، لأنها قضية ليست حديثة وليس من السهل التعامل معها. هي قضية كما ذكرت منذ مئات السنين. أوضح وببساطة وفي عجالة ولغير المتخصصين وبشكل مبسط أن هذه الظاهرة في واقع الأمر هي نشأ من الانبعاثات الكربونية والغازية التي تتراكم فوق سطح الأرض وتكون غلافا جويا. هذا الغلاف الجوي مع تراكمه يزيد من درجة حرارة الأرض، وهو ما يطلق عليه الاحتباس الحراري. هذا الاحتباس الحراري له نتائجه الخطيرة على الحياة البشرية في كافة مجالاتها، سواء كانت حياة
اقتصادية اجتماعية بيئية عمرانية، وهذا ما يهدد كما ذكرت التنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلع إليها شعوب العالم. هذا هو المفهوم. ولهذه القضية تغير المناخ الواقع الأمر أسبابها ولها مظاهرها ولها محاورها وأبعدها أيضا وفي عجالة سريعة، بأنه القول ومسبقا بأن الأسباب الرئيسية هي ناتجة من الأنشطة البشرية بصفة أساسية والأنشطة الطبيعية المكملة لهذه الأنشطة البشرية. الأنشطة البشرية بصورة بسيطة هي كل مجالات الحياة التي يمارسها الإنسان على الأرض، حياته الاقتصادية وما يترتب على هذه الأنشطة من انبعاث للعوادم في كافة صورها. وناحية الأنشطة الطبيعية والتي تتكامل مع الأنشطة البشرية وهي في صورة كل الزلازل، البراكين، العواصف، الفيضانات، دورات الجفاف، كل هذه ينعكس أثرها وظلالها على الحياة البشرية. ومن المعلوم أن المواثيق الدولية تحافظ وتقرر بشكل صارم حق الإنسان في الحياة، فإذا تعرض هذا الحق لكل هذه الأخطار المدمرة فهنا لابد من وجود الوسائل والسياسات والأساليب للتعامل مع هذه القضية الخطيرة. وأقول مسبقا بأن مسؤولية الدول المتقدمة أكثر كثيرا من الدول النامية نتيجة الأنشطة البشرية واستخدامها للوقود الأحفوري والمتمثل في الفحم، البترول، الغازات الطبيعية وغير ذلك، مما يساعد على تراكم هذه الغازات وتكوين الاحتباس الحراري وبالتالي الأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية، في حين أن الدول النامية تساهم بشكل بسيط في مثل هذه الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الإنسانية البشرية والأنشطة الطبيعية. وبالتالي يجب التنبه والتنبيه بأن على الدول الغنية، الدول المتقدمة، أن تساعد في حل هذه المشكلة وأن تدعم الدول الفقيرة والنامية، سواء عن طريق التخفيف من هذه الآثار، تنظيم انبعاث الانبعاثات الغازية، عن طريق نقل تكنولوجيا وكل الأدوات الآلية التي تمكن هذه الدول الفقيرة من التعامل مع قضية التغيرات المناخية. عليها أيضا أن تعوض هذه الدول. أنا أريد أيضا ألا أطيل في هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع لأهميته القصوى قد ويشغل بال العالم، فأردت بالمساهمة البسيطة في إصدار هذا المؤلف والذي يتناول في واقع الأمر عدة موضوعات ذات أهمية أضعها أمام كل المعنيين للدراسة والإفادة منه. هذا الكتاب قد تناول في واقع الأمر قضية التغيرات المناخية، المفهوم والأسباب والتداعيات بالنسبة للعالم كله، وتناولت في ثلاثة أقسام. القسم الأول
تناولت فيه التغيرات المناخية من حيث المفهوم، من حيث الأسباب والمظاهر والأثار والتداعيات وسبل المواجهة، وأيضا سبل المواجهة تتمثل في اتباع سياسات تخفف من حدة هذه التغيرات المناخية، وهناك أيضا السياسات الأخرى وهي التكيف مع هذه التغيرات والتعامل معها بشكل أكثر، لأن هذه الانبعاثات في واقع الأمر يجب أن تكون بقدر تستطيع الطبيعة أن وقدرتها على امتصاص الجانب الأكبر من هذه التغيرات بشكل يحافظ على أن يكون نسبة الانبعاثات في قدرة امتصاص الطبيعة والقدرة الطبيعية. القسم الثاني قد تناول تغير المناخ والمجالات المختلفة من حيث الانبعاثات العالمية، من حيث الأمن الإنساني وما يتبع من اللجوء البيئي والتصحر، وحين أقول الأمن الإنساني يعني الحياة الإنسانية، أن الإنسان يتمتع بكافة حقوقه على كافة الأبعاد، سواء كانت أبعاد الصحة، التعليم، الغذاء وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المقدمة. وأيضا إذا سئلت عن ماذا عن تغير المناخ ومستقبله في الفترة القادمة، أقول من وجهة نظري هناك تغيرات سوف تكون أكثر كارثية، إن المؤشرات الواضحة تقول بأنه التغيرات المقبلة تغيرات هتكون أكثر عنفا، وبالتالي لابد من الاستعداد لها. وبالنسبة للتغيرات المناخية وآثارها وانعكاساتها على مصر وعلى الدول العربية، أقول بإيجاز شديد مع التوضيح بالكتاب بأن الآثار بالنسبة لمصر، أنه من المعلوم أن الطقس في مصر على مدار العام يتسم بالاعتدال ولكن أضيف، وكما هو واضح تماما من كافة التقارير الدولية بأن مصر أكثر الدول تعرضا للتأثيرات والآثار والتداعيات عن التغيرات المناخية. هذا موضوع للأسف. ونلحظ الجهود الكبيرة والمتواصلة لكل الجهات والهيئات في الدولة وكل الوزارات المعنية بهذا الأمر، وأكاد أقول بأن مصر تعي جيدا كل هذه الآثار والانعكاسات وتعمل على التعامل معها بشكل وأسلوب منهجي ودراسة دقيقة لهذه الأمور للسيطرة عليها والتعامل معها بشكل كفء التلائم. وتقدم مصر وتقوم بجهود كبيرة جدا سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي بالتعاون مع كافة الدول المجاورة في إعداد جماعات وفي إعداد هيئات وفي إعداد منظمات ومجموعات في هذا المجال، التعامل مع التغيرات المناخية وهي كثيرة ومفصلة وموضحة بكتابنا. وأبادر أيضا بالتذكير بأن هذه الجهود أرجو أن تثمر بعقد مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تقدم مصر العديد من المبادرات تتعلق بالاستثمار في المشروعات المناخية وتشجيع كافة المستثمرين وكافة
المنظمات الدولية المتعلقة والمعنية بهذا المجال، وخاصة في مجال التمويل. ولذلك فتوجهت نحو جهات التمويل الدولية للعمل على تمويل مشروعات تستثمر في المجالات التغيرات المناخية. فيما يتعلق بالدول العربية، أقول بأن الدول العربية حقيقة تواجه تحديات بشكل كبير. أهم هذه التحديات هو نقص التمويل، الموارد المالية اللازمة، وأيضا عنصر آخر هو غياب التنسيق بين المنظمات والهيئات والهيئات المعنية في هذه الدول بهذه التغيرات المناخية. وأخطر من هذا هو وجود كما تعلمون تطورات داخلية بهذه الدول العربية أثرت كثيرا على الموضوعات التي تتعلق بأزمات وتغيرات المناخ في هذه الدول. طبعا هذه الأمور واضحة تماما للجميع، لكثير من الدول العربية التي تواجه هذه التطورات الداخلية غير المواتية لها. وفي كتابنا بين أيديكم تناولنا هذه الموضوعات بشكل مفصل، خاصة أننا تناولنا هذه القضية الخطيرة وأكرر أنها الكارثية من حيث المفهوم والمظاهر والأسباب والتداعيات التي تترتب على هذه التغيرات بالنسبة لجميع دول العالم دون استثناء. ونبهت إلى في موضوع الثاني عن الانبعاثات الغازية والناتجة عن الأنشطة البشرية والطبيعية، وأثار هذه التغيرات المناخية الخطيرة على الصحة وعلى انتشار الأمراض الكثيرة والتي سوف يعاني منها العديد من شعوب العالم. وأيضا فيما يتعلق بالتعليم، إن دورات الحرارة ودورات الجفاف ودورات التصحر سوف تسبب وينتج عنها الكثير من المتاعب، بل سيواجه المجالات التعليمية بالكثير من المصاعب والتحديات. وأكاد أقول بأن هذا المجال بالذات سوف يصادف الكثير من المشاكل، ولن يتمكن الكثير من الطلاب بالحضور للمناطق التعليمية التي ستتعرض أيضا نتيجة كل هذه الأنشطة إلى الدمار للمباني وما ينتج عنها أيضا من انقطاع الكهرباء، من التصحر، من تصلد الأرضية، وبالتالي الصعوبة وصول الطلاب إلى مدارسهم ومواصلة تعليمهم. وهذا أمر لابد أن يؤخذ في الاعتبار. وأيضا فيما يتعلق بأهداف التنمية، ما لم يتم مواجهة هذه التغيرات المناخية بسياسات سواء كان الحد منها والتكيف معها، سوف يزيد الأمر خطورة بالنسبة لخطة التنمية التي حرصت منظمة الأمم المتحدة على وضع أهداف محددة والمعروفة ب 17 هدف، وجاء منها في الهدف التاسع ما يتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة التي يمكن لكافة الدول الاستعانة بها في وضع برامجها المحلية والوطنية وفقا لظروفها. ونرجو أن يكون مؤتمر المناخ فرصة أمام كافة الدول العالمية لتداول والتعامل مع هذه التغيرات المناخية والوصول إلى نتائج يتم العمل بها وبشكل جاد وصارم بعد أن استمرت هذه القضية مئات السنين. والآن
وبعد أن تفاقمت هذه الأزمة بما ينذر بحدوث تغيرات وآثار وتداعيات كارثية، لابد من وجود هذا التعاون الدولي في مواجهة هذه الكارثة القادمة التي نرجو أن يتجنبها العالم بإذن الله تعالى. مع جزيل الشكر.